مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا على جد مقربة من القاعة اللي بطبيعة الحال فيها الموضوع لعدد كبير من المغاربة تتبعوه، موضوع تهامي بناني. مشاهدينا الكرام معايا أستاذ حسون محامي ديال أحد المعتقلين في هذا الملف، هناك مجموعة من المستجدات في الموضوع غادي نشوفها مع الأستاذ، وكذلك هو الأستاذ وثلاثة الأساتذة اللي معاه اللي كيدافعوا على المعتقلين داروا مرافعات في جور القانون بمستوى عالي. غادي نشوفوا معاه الجديد في الموضوع. أستاذي رفعته اليوم، عطيتي واحد الرقم مهول، 1095 يوم ديال الاعتقال، قلتي بزاف، كيفاش كتشوفها أستاذ؟ اليوم احنا وصلنا وقيلا للجلسة 45 في هذه القضية هذه، فيما بات يعرف بقضية تامي بناني، المتابعين فيه شخصين فقط، وثلاث سنوات ماراطونية من الجلسات. احنا اليوم قلنا للمحكمة أنه آن الأوان باش هذا الملف تبتوا فيه، باش هذا الملف يتناقش، لأن أن يعتقل شخص 1095 يوم هو مازال لم تستحت هذه الهيئة اللي كاين الآن لم تستمع إلى مسؤول تاعنا سميت بو سميت مو. الملف باقي كيتأخر غير مع أجل إجراءات مسطرية. الجديد اللي وقع اليوم أنه كما تبعتوا معنا المحكمة كانت أمرت النيابة العامة بإحضار مصرحتين اثنتين. هذه المصرحتين النيابة العامة التي جاءت اليوم وصرحت بأنه لا جدوى من إحضارهم، على اعتبار أن ما أفضينا به في جلسات سابقة وكنا نتمسك بأن أيضا لا جدوى من استدعائهم، لأنهم لهم تصريحات بمحضر الضابطة القضائية، لهم تصريحات أمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائهم لمهن القانونية، ومن ثم فإن تصريحهم يقع إلى تصريحات الشاهدة. وحتى ذوك التصريحات أنها جاءت تصريحات فارغة لا تثبت على الإطلاق ما تدعيه الطرف المشتكي. هنا اليوم النيابة العامة تراجعت على طلب ديال الإحضار ديالهم وصرحت بأن تعتبر بأن الملف يناقش على الحالة ديالو، وهو ما أثنينا به على النيابة العامة. والآن المحكمة الملف راح حزته للمداولة فيما بينهم باش يأكدوا هل والملف سوف يناقش جاهزا او سوف تتمسكوا باحضار تلك المستمعتين او المشاهدتين. سيدي عندي سؤال واحد على هاد الشهيدتين. هاد الشهيدتين موضوع النقاش انتم كتجاوبوا في الاطار القانوني، يعني كانوا في الاطار الاولي ديال المحاضر استبعدوا السيد قاضي التحقيق ادوا اليمين القانونيه. هنا المساله اللي بغيت نسولك عليها السيد الرئيس، اذا كان لو يشوف هذا الموضوع من الزاوية ديالو فيما يخول القانون، بغي يقتنع أكثر بهاد الشهيدتين، الأولى المرض سمعناه، الثانية ما حاولتوش أستاذ أنتم أنكم على الأقل تحاولوا مع أنها تكون هي مثلا على الأقل وحدة باش تساعدوا الرئيس أنه يكون هاد الملف جاهز ويسالي هاد الملف، يعني في كيدار حسنية. كيفاش غنكون معاها؟ يعني تواصلوا معاها أنتم. لا ماشي هذيك شهيدة، لا تواصلت مع رجل عديد التواطؤ الشريف، أنا محامي كندافع، المحكمة انا اللي اجا اللي درتو مشيت استدعيتها شخصيا في البيت ديالها. هي ما عندهاش محاميه شي. لا السيده وحده الشهيدتين سبق دفاع ديالها، ماشي دفاع، غير محامي كلفاتو باش يوضع عليها شهاده طبيه في الملف، هي ماشي متهمه، هي شاهده باش وضع عليها في الملف وصرحت بانها مصابه بمرض وبان نسبه المناعه عندها صفر، وبالتالي فان اي تواجد ديالها بقاعه كقاعه 7 آنن يشكل خطر على الحياه ديالها، والمحكمه تسعى جاهده بطبق المسطره وطبق المسطره الجنائيه بانه يمنع عنها بان الشيء اللي كان كتشكل حياته خطر باش يستدعي واحد الدور. والثانيه استاذي؟ والثانيه تتواجد في كندا ومزوجه. اش من سلطه عند النيابه العامه ولا اي كان باش يمشي حتى لكندا ويجيبها ويستخدمها. لان السيده الان خارج ارض الوطن، استدعيناها في البيت ديالها ديال الاهل ديالها وصرحوا بانها متزوجه الان وعندها زوج وعندها الابناء ديالها وتعيش في كندا، بما يعني ان الاستحاله ديال الاحضار استحاله واقعيه وقانونيه. الا تلاحظ استاذي الفاضل سؤال اخير، انه السيد الرئيس يطالب في جلسات بزاف حضور هاد الشهيدتين، كيفاش كتشوف هاد الزاويه انت انه هو لو القناعه انه الرؤيه ديالو غتوضح اكثر في الملف؟ المحكمة عند السلطة التقديرية أي شخص بغات تستمع إليه تستمع إليه، هذه السلطة التقديرية ديالها، لا أحد يجادل في ذلك، رغم أنني ممكن أن أخالف رأي المحكمة من خلال أن هؤلاء الشهيدتين كما قلت لكم استحالة واقعية ومنطقية وصحية الحضور ديالهم، وأن هاد الشهيدتين حتى التصريح ديالهم اللي جا راه عندنا لدى الضابط القضائي وعندنا لدى السيد قاضي التحقيق. إلى طلب المحكمة إلى تناقش الملف مع المتهمين
أنا ذلك اللي تبين لي بين ضرورة الإحضار ديال إجراء مواجهة ممكن ديك الساعة أنه يتشبت بالموقف ديالو في الإحضار ديالهم، والساعة كتبقى السلطة التقديرية للمحكمة وحتى الآخرين إلا ما حضروش عنده الوسائل باش يحضرهم. أستاذي شكرا لك وكنشكرك على سعة الصدى ديالك. والله العظيم مشاهدينا الكرام أستاذ حسون صراحة لم يبخل علينا يوما ما لأنه يعطينا تصريحات ويجاوبنا على الأسئلة التي هي موضوع النقاش وكتطرح في الرأي العام.